فضي يلا وحي إلى هاي وحي إلى هاي قرنا بين هذا الموقف تو حاطين الأول قدام بابي إذا قال لي قال لي بالله كديرني ضد واي قاضي دنيا واي قاضي ورب دي بيدي شي سوي بسو العكس الله فورا بحالك هو صومر هنا يقول وحي لو يتحال صوتاف كي قدرت ما لي الروح بس لا سوي قبتها ورثة دي حسين أنا أقول قال لي بان كو عبرني 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 ما ذاك شن بيد عضايا قورتي إلى هاي قدري يسا صوتا وحنا مهار داعي سكالي لما كانت تجيب لك إيه هالكا إنه قوي من دي إيوه ما دحظ المقالة ده دولده هو سيقارهان ها قارهان ما يركا قول دذالي سنورو طايتا هذه 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 طريقة المقالة ده أكبو كالدذالي برا صابكو أكبو كالدذالي إن إله بيتي سنقطها وقدم بين وار طريقا وكان تضي مال يروح والله قول انتهي أن حقا جنو وأدت كيني وحي قاضي سيها كاقا جنو ورسي إلهين الحمد لله رب العالمين وهم مقان الله وهم مقام قرآن وهو أحلى قاعدة العلم وهو طريق أمد إلهي هو ده صبيح قال يا مسلم بو مري وهو طريق إنجليز كي مري وهو طريق أقومتنا ها إتلياني كي مري أقومتنا طريق يضا هدو أقومتنا يعني سفركو نبت ما يبيد بالله إلهي محور راقي لما يلاه سلابي ما تطريقا جوغل محور راقي دي أولان ما ينو ما تفرحات بي مرضي نجا بضت سيدا رضو هيتا كل هذه طريقي لقو صوب حي وانت قلب ايين تسود مدح دي اوردن ايو دولت دي هو صوردن ايو دسك ديار ودي شخص ما بين لقطي ديار بارون هاي مال يروح على الله وحي ان هالي كرر وان بحينا ينا سيدا لي مكان سكولة حجيفة ما انت وحن لين هاي شير وين يحافظ الله على الله وحي ان كرر وان بحينا ينا كي وحو بحيه وايالي جعنتي ساكو شقيان روحينا بدك الله شقيان ها إلا بيتي سنقطع ورسة سلاس إيام مقان الله إيان إنو يقوهم بليين إنا إلا هينا انتي يا ريدا دعضينا ها انتي يا ريدا دعضينا إلا بيتي سنقطع حالك أكون دعضينا مجو قلنا نقوه صحيح با الله قلال يري ماير وحمنا متيسر يا الله قلال رارتي أو قبتي واروا أفر بلود بجو قلال قورما دربة معرض لك أورتك أوان يا ابنو فجعني هبا هاتي هاي هدل قاتل دين رالي قليل ما كبت حين رالي قليل ما وين الرور سادر هو الله دل قاتل الرور سي نسوري يسيكو مجري ما نوم علينا يا وحانا ما يالي الرور سي ندي وين هو دل قاتل أو اللقوه بحي اللقو سبيه وين هو اللقوه ما هدي يا وحي سويلي وحل لك الورسكي سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مدحضة مقالة سيدة برا الصابقة نايركة بيلو تدوينها بوليسكة هاي كوبل حركة كيبل كفرد ودا مدحضة ودا يشقاله ودا يحضر البول سودو ودا سودو ودا نورتة دلالة وحد حاورت إلهي بردة وحد حاورت إلهي بردة بنا آدم كو فراهم بو بيق بيقا واحد برسا كو كود حي واحد كود حي ماير كا أما عدبتا أنو قي سني إلهي باقا دري أنا قلنا بجوغن ومن بلمي فعالي قلي ما قد حنين فعالي أنا قاها وائنا كا يجي وائن ما تحضي يدي فعالي قلي ما قد حنين وعرور وحاتم طورتين وعرور هنا بليسا وحكو نقضي وانكحنا الحياة يا الوحنا سجن الله ينوحك يوم سيدك عليه فعوية ورطة وحن دبتن كياني بيريك محاكرك كياني بالي يلو حكا كياني بالي قليلك دبتن وحن كياني
ayaan ugu mahadnaqaynaa ee nasoo kala furtay iyo shirkadaas sankaydunka saa kan lahaa gudoomiyaha xagaagaysan iyo tuqul lahaa maanta weelkii gudoomiyuhu hayo weelkii waxa lagu buray waxba la isweydiiyay iyo weelkii ciidda ku soo ridayay ma la hayaaban cagafyada isla leeg baa ka bixi karay shidaalka ku baxayna waan ogahay maanta inay boor ma dhigin karaan isku rugooyinka qaar ee gastaro dheeraada ku jira intaan xaafada waan joognaa waxa ka dhacay dee wax baan xisaay bayna xeerinay in meesha waxaan hor yaalay jaranjar weyn oo laga gudbi karay ninta waxa weeye hadal badani maayo nagara raalli ahaada kulli madaxdeedii baa tiin madaxna dee kulli xagagashada way ku farabadan tahay ceebta way ku farabadan tahay kursiga laftarkiisa ay ku fadhiyeen baa iska ceeb leh iyo iska ceebaysa war dee wax walba waad la kulmaysaane madaxday raalli ahaada xaafadan xaafad xanuun ku qoodayna anagu bal wixii taagtayada iyo waxaan qabsan karno waan qabanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waan salaamayaa madaxda gobolka madaxda degmada sayada adeerada kasoo qabgalaysa xaafadda maaabuuseenat marka labaad marka ugu horeysa hadalkayga anugu soo koobi doonaa mahadnaq iyo raaligelin aada uga hadli doonaa anugu horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciddii isxilqaatay ka qayb qaadatay inay waddada noo dhisto waddada in badan buug badan naga halooda naga maqanta wax ku dhigayna maanta alxamdulilah dib dambe waxaan umalayna buugtadii inay noo soo hgaroobin hadii ta buug dambe ay naga halaabin aada badan u mahadsantay si fiican uga qayb qaatay bara saabka gobolka iyo maayarka degmada aada baad u mahadsantay maarta ilaahay sida fiican aad uga hadashay waddada mar walba dhammaanta dhigtay jaamacadda waan joogay si fiican baad uga hadashay aad baad ugu mahadsantahay barasaab maayarka laftarkiisu dadaal fiican badan buu ku bixiyey halkan caybaa kasoo gaadhay isagoo haddana u maqan iyagii ay haddana aan cayna anagi noo maqan ma haysan laakiinse waan hadalkiisa aad baan waan yaraysanayna because of dhibtana haysata awgeed laakiinse maanta waxaan garanay inuu noo maqnaa aan maanta garanay oo annaga noo maqnaa dhibtii halkan kasoo gaadhay ee cayda ahayd aad baan uga raadigelinaynaa maayarka waxaan leenahay waa walaalaha waa dadkaagii noo dulqaadan leenahay waa talabaad qolada sin kobilka iyada laftarkooga dhib baan gaadhsiinay oo shaqada ayaa kaxayna dhoo cusu oo dhalinyarta xaafadeedu ay mataqaanaay carqalad u geysteen qofbay ku dafeen taana waxaan ka bixinaa raaligelin aada walaa ballaaran waxaan leenahay walaalayaal dadkiini waa nahay kulli annagoo unbad mataqaana haddana waxaa waad noo qabateen insha allah annagana mar kaleed abaarka naga heli doonteen noo dulqaata qofkii intuu nool yahay bara saabka ugu horreeya maanta haynaa maayar intuu halkaa yimaada lagu cayayna oo waxba inii qabanaya isagoo lena oo annaga wax noo qabanayna maayarka ugu horreeyay waa saleban maayarada hore waa naqaanay wayna noo yimi jireen annagaba xagga maan qaarkood ka dooran jirnay laakiinse waxba noomay qaban maayarkan ilaahay iyo bara saabkan buu ilaahay noo soo diray waana ku faraxsannahay annaga dee waxaa la yidhi kolba kii wax ku tara unbaa walaalkaaya annaga inaga walaalihiina saan jecelnahay haddaad maanta cod naga soo duunatiin mabaisagoogu dara laakiin raggan maanta dadaalkoogii annaga wax noogu taray waqtigoogii aada baan ugu mahadsantihiin aada baan iniga raali gelinaynaa hadallada iyo caymaha dhinacay inaga soo gaadhay dib dambena inaga soo gaadhi maan hadii ilaahay idhaahdo insha allah aada baan inagu mahadnaynaa.